هي من المشاريع الضخمة ذات الأبعاد الاقتصادية التي توقفت أشغالها لسنوات، وتيرة متسارعة يشهدها مشروع الطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق الدائري الجنوبي الأول على مسافة 8 كيلومتر. نضربوا بالساعتين هنا، نديبوها بالساعتين ثلاثة كما لو البارح ضربنا هنا في ثلاثة شوية سرقاش هنا حدورة. إن شاء الله هذا المشروع يكون ناجح ويكون فايدة لنا، نقتصر الوقت. الحمد لله حليتونا هذه الطريق ما شاء الله خير من هذه القديمة، هذه القديمة كنا غارقين فيها. الحمد لله الدولة الجزائرية وعلى رأس السيد رئيس الجمهورية يعني اتخذوا القرار بإعادة تقييم المشروع ومنح كل الأموال اللازمة، وكذلك كل مشاكل التقنية تم حلها. منفذ مروري يشرف عليه مجمع شركات جزائرية تركية حددت آجال استلامه نهاية جوان، سيخفف من حدة الازدحام المروري والتلوث الذي تخلفه الشاحنات المتوجهة للميناء عبر الطريق القديم. مجمع الشركات المكلف بالإنجاز والتي هي شركات يعني تركية جزائرية تلقوا في الأشغال وعودوا بعثوا هذا المشروع. هذا الأشغال تسير بوتيرة جيدة وممتازة. هذا الطريق هذا اللي فيه العديد من المنشآت الفنية، نذكر على سبيل المثال يعني هذا لوتيونال هذا اللي رانا متواجدين عنده حاليا، يعني حوالي 1800 شاحنة اللي راهي تقطع كذلك المدينة تاع وهران، وبهذا الطريق هذا عند الانتهاء منه كل هذه الشاحنات هذه راح تستعمل هذا الطريق، يعني رايحين نخرجوا 1800 شاحنة اللي تقطع اليوم وسط المدينة وصولا إلى ميناء وهران. مشروع هيكلي سيساهم قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة تقييمه ومنحه الأغلفة المالية اللازمة بعد تأخر فادح في الإنجاز في تحقيق ديناميكية اقتصادية بعاصمة الغرب وهران.